فوز باهت لكن مهم للغاية للمنتخب المصري على المنتخب الغيني في افتتاح مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2023 إن شاء الله الصيف القادم بكوت ديفوار. أكيد مباراة ما شفناش فيها أي شيء ممكن نقول عليه أنه هو كرة قدم من منتخبنا، نفس الأداء تقريبا اللي كنا بنشوفه في مباراة الفريق مع كيروش، ما فيش أي تغيير خالص في أي شيء، وفي وجهة نظري ربما يكون طبيعي. السؤال بقى ليه الأربعة تلاتة تلاتة اللي لعب بيها المنتخب الغيني خلت شكله حلو في الملعب وفعلا قدموا لنا مباراة، هم أداهم كان ممتاز جدا، يعني نابي كيتا وموريبا عملوا النهاردة وسيلة برضو على الجبهة اليسرى، التلاتة دول في وسط الملعب عملوا مباراة كبيرة جدا 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 وعملوا لقطات ممتعة في المباراة، في حين منتخب مصر فعلا أداء كان سيء للدرجة اللي الناس ثابت فيها الماتش وقعدت تتكلم على الجوائز اللي خدها، جوائز التكريم الغريبة شوية اللي خدها محمد صلاح قبل الماتش وكل سنة المباراة، لغاية لما جه هدف مصطفى محمد قال يعني اللي فيها توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى، خبطت في المدافعين وغيرت اتجاهها وغلطت الحارس ودخلت المرمى. بعيدا عن الهدف، احنا ليه ظهرنا بالشكل السيء ده وليه المنتخب الغيني كان افضل مننا في وسط الملعب؟ كابتن إيهاب جلال كعادته بيلعب باربعة تلاتة تلاتة وبيرص المدافعين بتوعه قدام نص قدام منطقة ال 18. المنتخب الغيني فاجئ المنتخب المصري بخطة تعتمد على الهاي لاين ديفنس أو الضغط العالي. كنا بنشوف لعيبة المنتخب الغيني بيضغطوا على حامل الكرة في منتخب مصر قدام منطقة جزائنا ومطلعين خط دفاعهم لما يقرب من نص الملعب. منتخب الغيني كان واضح جدا جدا تقارب المسافات بين لعيبته وإزاي النهاردة اللاعب اللي بيضغط وراه على طول لعيب بيحلق. المنتخب المصري على العكس تماما كان عندنا فجوات كبيرة جدا، واضح قوي قوي الإجهاد البدني عند لعيب خط الوسط خصوصا عمرو السولية وحمدي فتحي، كانوا بعاد جدا في عن بعض والمسافات بعيدة، وإمام عاشور بكل أمانة ما كنتش عارف هو رقم 8 ولا رقم 10 ولا بيتطرف على الجناح، الأداء كان ما تفهملوش يعني شكل معين. الخط الأمامي نفس الأمر كنا بنتكلم عنه قبل كده، حصل تغيير مفاجئ بخروج تريزيجيه ودخول أحمد سيد زيزو، عمر مرموش هو المهاجم الصريح ومحمد صلاح طبعا واخد الجبهة اليمنى زي ما هو، وشفنا حسينا أن كل الفكرة برضو فكرة باص صلاح موجودة لحد ما في الشوط الأول، بس بسبب التباعد وبسبب الضغط اللي تم ممارسته على محمد صلاح وفكرة انك ما توصلش الكرة لمحمد صلاح، المنتخب الغيني قدر انه يفسد هجمات المنتخب المصري في الشوط الاول. الشوط الاول كان سيء قوي، الشوط الاول كان سيء الاقصى، كل حاجة غلط، كل حاجة ممكن تتخيلها ان انت هتنتظرها من اللعيبة في طريقة بتعتمد على 4-3 مش هتلاقيها، مفيش مثلا حد بيخش جوه والجناح يطير، ما فيش عمر مرموش مش بينزل نص الملعب عشان يعمل سكرين عشان امام عاشور ياخد المساحه وراه او زيزو يخش، ما في كل الشغل ده بكل امانه ما شفناش اي حاجه من الكلام ده. الشوط الثاني منتخب الغيني بدا يتجرأ على منتخب المصري بفضل وجهه نظري نجم المباراه الاول موريبا، طبعا كل محبين برشلونه عارفينه و كان لاعب في الفريق الكتالوني السنة اللي فاتت قبل ما ينتقل لفالنسيا، ولد صغير في السن 19 سنة، حريف مهاري رقم 10 في منتخب غينيا، مهاري جدا تحب تستمتع تتفرج عليه. موريبا في الشوط الثاني بصراحة عمل فينا كل شيء، كل شيء ممكن تتخيله موريبا عمل. موريبا انتقل للعب للجناح الأيسر لغينيا اللي هو الأيمن عندنا اللي كان بيلعب فيه عمر جابر، وواضح جدا جدا ان المدير الفني لمنتخب غينيا عمل الشيفتنج لما شاف ان جبهه عمر جابر سهلت الاختراق عن جبهه ايمن اشرف، ده بان امتى؟ بان الشوط الاول. موريبا
الشوط الثاني كان دايما على طول بيروح في المساحه اللي بين عمر جابر وما بين الونش وكان وياسر ابراهيم، ودايما كان بيحاول ان هو يعمل المراوغات بتاعته في المنطقه دي بحيث ان هو يحصل على فاولات او حتى يسيب مساحه لسيلا انه ينطلق الباك الشمال لمنتخب غينيا ينطلق في الجبهه دي، او حتى نابي كيتا لحد ما اللي كان برضه ساعات بيجي له عشان يعمل معاه وان تو هات ويقدروا يخترقوا المساحه دي. شفنا منتخب الغيني في الشوط الثاني مع جرأته الهجوميه والاسلوب الخطط اللي انا بكلمكم عليه اللي عامله مريبه ده، فضى اهم مساحه لمنتخب غينيا عشان يقدر يهدد بيها مرمى ابو جبل فين؟ قدام منطقه الجزاء. المنتخب المصري الشوط الثاني واضح جدا خوفهم من الهجوم الغيني، وبالتالي المساحه دي فضيت تماما، وشفنا فيها كم هائل من لعيبه المنتخب الغيني اللي بيستنوا ايه الكره الثانيه. الكرة الثانية كانت دايما بتروح لمنتخب الغيني، وشفنا هجمتين خطيرتين جدا 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 من المنطقة دي، وتسديدتين كان ممكن يتحولوا لأهداف، ومحمد أبو جبل وقف فيهم ثابت ولا عمل أي شيء، لين كان صعب جدا يعمل أي حاجة. التسديدة الأولى راحت بجوار القائم الأيسر، والتسديدة الثانية راحت بجوار القائم الأيمن لأبو جبل، وهو فعلا لو كان لا قدر الله الكرة دخلت الجو ما كانش هيقدر يعمل أي شيء. كل ده حصل ليه؟ حصل بسبب التحركات اللي عملها مريبة بالدرجة الأولى، وبعديه يجي كيتا وسيلا زي ما شرحت لحضراتكم، وقدر المنتخب الغيني فعلا نجح تماما ونجح تكتيكيا في الشوط الثاني انه يقدر يكسر الدفاع المصري ويحطنا تحت الضغط. كابتن إيهاب جلال على الناحية الأخرى حاول على قد ما يقدر ان هو يزود عدد المهاجمين بتوعه، نزل مصطفى محمد ونزل ابراهيم عادل، وكانت كل فكره ايه بكل امانه ان هو يحاول يوصل الكوره للطرف عشان لعيبه منتخب مصر يلعبوا الكره العرضيه لمصطفى محمد، وقدرنا طبعا من احد الكرات الطايشه انها توصل لمصطفى محمد داخل منطقه الجزاء ويسدد الكوره. هل ده معناه ان احنا سيئين او ده؟ مش عايزه نبدا مشوار الكابتن ايهاب جلال بنقد سلبي، الكابتن ايهاب جلال اكيد لسه ماسك زمام الامور ملوش يعني اكتر من 10 ايام، الراجل لسه بيشوف الدنيا، الراجل لسه محتاج وقت عشان يقدر يحط ايده على يعني اسلوب لعب وتكتيك الفريق اللي هيكمل بيه، وعشان كده لازم الكابتن ايهاب جلال يعرف ان في فرق كبير ما بين مدير فني المنتخب ومدير فني النادي. الرجاله دي مش تبقى تحت ايدك على طول زي ما كنت في بيراميدز او زي ما كنت في الزمالك او زي ما كنت في انبي، لا الناس دي هتجيلك كل فتره فتره، فانت محتاج انك تحط سيستم لعب وتبدا بقى تعودهم عليه. والنهارده التوفيق كان في صالحك، ومصطفى محمد انقذ المباراه بهدف في الدقيقه 87 عشان نروح ملاوي يوم الخميس هنواجه اثيوبيا، طبعا عارفين الكاف اكبر منتخب اثيوبيا انه يلعب مبارياته في ملاوي لان الاستاد اللي في اديس ابابا تم رفضه ان هو مش مطابق للمواصفات الفنيه اللي حددها الكاف للملاعب، وبالتالي لما تروح الجوله الثانيه وانت معاك 3 نقاط مختلفه تماما عن انك تروح الجوله الثانيه وانت معاك نقطه. ان شاء الله باذن الله الاداء كل فتره هيبدا يتحسن، بس المهم جدا كابتن إيهاب جلال يثبت اسلوب اللعب ويفهم لعبته نظريا احنا يا جماعه هنلعب بالاسلوب ده، لانه مش ينفع في المنتخب انك تغير اسلوبك، ما ينفعش في المنتخب ما ينفعش تغير اسلوبك كتير لان اللعيبه مش تحت ايدك يوميا، فتقدر تفهمهم وتعلمهم الفرق هنعمل ايه بالطريقه دي او هنعمل ايه بالطريقه دي. لكن بكل تأكيد النهارده المنتخب الغيني تفوق علينا تكتيكيا، تفوق علينا فنيا، وده يقول لنا ان احنا هيبقى يعني على موعد مع مباراة صعبة لما نروح لهم كوناكري في أرضهم في مباريات الدور الثاني يعني في المجموعة. إن شاء الله احنا نقدر نخطف الانتصار في ملاوي قدام أثيوبيا اللي خسرت اوريدي قدام ملاوي النهارده الصبح، وأكيد لما نكسب إن شاء الله الماتش الجاي ربما تبقى المجموعة ماشية ما بيننا احنا وملاوي وغينيا، وفي الآخر ناخد احنا الصدارة بإذن الله ويتبقى من مركز الوصيف لي ما بين غينيا وبين ملاوي، ان هم أكيد طبعا مستواهم الفني أفضل بكتير من المنتخب الأثيوبي. ألف مليون مبروك لمنتخب مصر، أكيد مهم جدا جدا الثلاث نقاط بعيدا عن الأداء الباهت، وإن شاء الله بإذن الله نأكد الصدارة بتاعتنا يوم الخميس لما نتغلب على المنتخب الأثيوبي في ملاوي. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم كريم سليم.